في أقل من ساعة لازم نجري ونقول المواضيع عشان نقابل مسيو فرانسوا بورجع. بس خلينا نبدأ الأول بأول لوحة إجرام. أنا بس عايز أحذر، يعني أنا بعتذر، إحنا مش قصدنا إن إحنا لما نجيب لك الصور دي أنا مش قصدنا نضايقك والله، ولا قصدنا نعيد عليك المأساة، بس ببساطة شديدة دي واقعة لازم نتكلم عليها. وقع 37 واحد متهمين في قضية لسه ما نعرفش عنها حاجة، وفجأة بيركبوا عربية ترحيلات. أصلا عربية الترحيلات دي لا تليق بالبهايم، يعني يركبها بهايم. وفي النهاية وقفوا في حتة عند سجن معين، ناس عايزة تخش تواليت، ناس كبيرة في السن عندها السكر، ناس عايزة يعني خبطوا مع الضابط، الضابط قرر يولع في العربية باللي فيها. خلينا نشوف فيديو جراف مأساة عربية الترحيلات. بس أنا هنوى كل المشاهد دي هتبقى قليلة جدا عشان نوصل للخيانة. مأساة عربية الترحيلات، ده الفيديو جراف اللي جاي. كانت النتيجة انه ال 37 شخص دول اترمى عليهم قنابل الغاز جوه العربية، وتعاملوا معاملة مش آدمية خالص يعني. لكن في النهاية تفحمت الجثث او ماتوا يعني. فكانت النتيجة مش بس كمان ماتوا، لكن اهاليهم اتمرمطوا عند المشرحة عشان يعني نخلص من الاجراءات. بعتذر بس الفيديو قصير ان شاء الله عن اهالي الترحيلات، اهالي العربية دي قدام المشرحة. مشكورا رئيس التحرير قرر يشيل فيديو للجثث بتاعت العربية وصورهم وصور الجثث بعد الحادثة، يعني مبدئيا عشان أهاليهم زويهم اللي هم حصل لهم أو كان عندهم الناس اللي توفت دي، وفي نفس الوقت عشان نحافظ. بس لأنه أنا أعرف عيل صغير قوي كده قابلته قوي يعني 6 سنين، سألني سؤال أنا الحقيقة بعتذر لما ما عرفتش أرد عليه. قال لي هو ليه كله اللي انتوا بتجيبوه مصر كلها ناس بتضرب في بعضها وناس بتقتل بعض، هو مصري على فكرة بس تقريبا ما شافش مصر يعني بقاله مدة هنا. فجاء طبعا بيبي يعني جاء رضيع، بس كل ما يفتح التلفزيون على حاجة في مصر يلاقي ضرب وبتاع. فسألني ليه هي كل مصر وحشة قوي كده، يعني كل مصر ناس بتقتل بعض والحاجات. فأنا الحقيقة أدرك هو بيشوفني،
فأنا أدركت الحقيقة أهمية إنه الصور على قد ما هي تخليد أو تذكير الناس بالمأساة، لكن ساعات كمان بتأثر في الأطفال تأثير سلبي وممكن يكرهوا مصر فعلا. هذا الصبي لو سألته ترجع مصر يقول لك لا، لأنه خايف منها جدا، خايف جدا، ودي حاجة، دي أزمة. يعني الأستاذ هيثم أبو خليل بيتكلم على القصة دي، بيقول مجزرة سيارة الترحيلات لم تكن فض اعتصام أو اشتباك مع مسلحين أو مقاومة إرهابيين وتكفيريين أو محاربة أعداء للوطن، بل كانت عملية طهي بالبخار والغاز ل 37 إنسان وهم أحياء في صندوق حديد، بل كانت طريقة بشعة لإزهاق الأرواح بالبطيء. ده صحيح، ما كانش اعتصام، ده هم في العربية، وزي ما قالت التحقيقات والشهود بعد كده ان هم طلبوا بس من الضباط بتوع السجن ده، الناس عايز تنزل تعمل تواليت، يعني ناس كبيره في السن عندها سكر، فما سالوش فيهم وسابوهم سعاده ساعات والعربيه مقفوله، قعدوا يخبطوا على العربيه. الضابط الشهم العبقري هتلر جنكيز خان الجديد ضايقوه، فقال لهم طب والله ما انتوا نازلين، ومش بس كده هضرب عليكم قنابل غاز جوه العربيه. ببساطه يعني ايه 37 واحد؟ يعني الأستاذ وصفي عاشور أبو زيد داعية إسلامي بيقول عن والد أحد شهداء سيارة الترحيلات: لا أعرف كيف أقابل هذا الرجل ليوم القيامة، وقد أحرقوا ابنه مع 36 في سيارة ترحيلات منذ 5 سنوات، فصرخ من الظلم صرخة حزينة تهد الجبال، فلم يستجب له أحد من البشر. كل ما أرجوه أن يسامحني لعجزي وضعفي عن نصرته، ويقينا سينصره الله. اللهم احرق السيسي وعصابته، اللهم امين، ربنا يعني يتقبل منك. على كل حال خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده من التسريبات، تسريب عربيه الترحيلات لعباس كامل وممدوح شاهين. دلوقتي انا هقوم له دلوقتي، كنت عايز اقول لك ايه بس كل ما افتكر، ما تشوف يا فندم القضيه بتاعت الحاجه و30 واحد اللي كانوا في العربيه الامن المركزي دي؟ انا شغال، اللي كان في ابن عبد الفتاح حلمي بيقول لسيادتك الدفاع كل ما يطلب شهود القاضي ما يطلبهمش. انا كلمه القاضي على اساس ان هو يسمح، كانوا طالبين شهاده ناس زمايله والمامور اسمه مش عارف ايه والكلام ده. ده الواد هيموت. لا حاضر. اه والنبي يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا باتصالات عباس اللي هو راعي النساء والليالي الحمراء، مدير مركز الترفيه لعبد الفتاح السيسي، باتصالاته اللي الضابط ده خد 5 سنين بس 37 شخص اخد 5 سنين، وعباس شايف كده انه عمل اللي عليه وضغط على القاضي وقال له خلاص، وقال لممدوح شاهين، فممدوح شاهين قال له خلاص. بترعب انا لما بسمع الحاجات دي جدا، بترعب جدا. بقالي 3 ايام بدور وابحث عن ايه كريمه بتقول: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مرعوب، يعني بترعب من القصه دي. السعي، والسعي في اللغه هو حاجه ما بين الهروله والمشي، والسعي ذكرت في القرآن الكريم كتير قوي. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فلما بلغ معه السعي ويسعى نورهم بين أيدي، يعني آيات كتير بتتكلم عن السعي. أظن إن المرة السلبية الوحيدة اللي جاء ذكر أظن سعي فيها هي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الفكرة في السعي ان الواحد بيجري بجدية، ولذلك يقول مثلا ايه سعى على قومه، يعني تولى عليهم برضو. ولما تسأل عندنا في الأرياف فين يا حاجة أبو إبراهيم، تقول لك النبي طلع يسعى على أكل عيشه بجدية، يعني بيتعامل مع الأمر بجدية، مش طالع بقى يتهز. ويحسبون أنهم يحسنون الصنعة. فأنت متخيل عباس كامل وممدوح شاهين والضابط، هؤلاء القتلة بيصلوا عادي، أنا متأكد من دي، أنا ما عنديش مشكلة في دي، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبيجروا، يعني اقتل العيال اقتل العيال، وبيجروا بيسعوا.
ولع فيهم. بعد ما تولع كلم القاضي بقى خلينا نخلص من القصه دي. انا مش شيخ، ماليش علاقه بالقصه، بس اترعب قوي. يعني انا ما عنديش مشاكل ان واحد يروح النار وهو عارف، يعني واحد رايح النار عمال يعمل كل حاجه هو عارف بقى، وفي ناس كتيره كده. لكن واحد بقى زي المشايخ اللي انت بتشوفهم دول، او زي الناس اللي بتصلي وتقعد تزور في قضايا وحاجات، وهو فاكر انه كده رايح الجنه يعني؟ يعني فاكر انه لما 37 شخص يتشوه جوه عربيه ويقول له اتكلم لنا القاضي بقى خلي الواد ده يخلص، بس ابن عبد القادر حلمي ومش عارف ايه، لا خلاص يا فندم، لا كلمه عادي جدا، ويروح يصلي ويقف ويزكي، وقبل نهار رمضان ما يخلص يكون بيدفع ويذبح يذبح للفقراء، يذبح ثلاث عجول، وبعثة الحج ممكن يكون هو على اول على راسها. ده في الدين، ده في الدين، يعني خاين دينه. على فكرة هو عارف أكتر مني، يعني أنت لو قعدت مع ممدوح شاهين ده ممكن يديني محاضرات في الفقه، ممكن يعني يعلمني الفقه. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو فاكر كده. السؤال بقى، الضابط ده اللي خد 5 سنين أهله انبسطوا بيه ورجع فرحان وقعد مع مراته عادي جدا وتقابل معاها كده عادي يعني؟ عباس كامل بقى حس إنه ماسك البلد كده. ممدوح شاهين لما ال 37 شخص دول، ده ليها فدية، دي كارثة سودة، ده تقتل واحد ده ليه قصة وله أجر في الدنيا، أو يعني جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة كده. هم قال له ما تكلمنا القاضي، قال له ما أنا كلمته القاضي خلاص ما تقلقش وهيخلص الموضوع. فأنت فكر في دي، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعي ده بينهرس ورا إنه ينجز يزور، وايه فاكر ان هو كده تمام التمام، مش بنصلي خلاص زي الفل. على فكره فيما اعتقد والله اعلم ان 90% من المسلمين كده يحسبون انهم يحسنون صنعا، وقاعدين يقول لك انا مالي مال عرب الترحيلات، على راي الدكتور وصفي عاشور. حتى الدكتور وصفي اللي ما حضرهاش بيفكر يوم القيامه هيعمل ايه، هيقول لربنا ايه عن ده، عن عجزه هيعمل ايه؟ ده بقى واحد نقي، يعني واحد خايف يكون عمله مش قد كده، انما ده واحد بيعمل ده ومتاكد ان هو بيعمل حاجه صح.